جيت انا كان ناقص لي تكه وقتهم في زماله رقبته ما سيبوش غير وهو مفرفر لولا بس العصابه اللي حواليه ثبتني في الاربعه مليون وقال لي وامشي. وبعدين خلصت على ايه؟ ما ترد يا راسل حيوان. قال لي انه مستنيك تروحي له وانه مش هيخلص المصلحه غير لما تعدي من تحت ايده. لو على كده سهله. يا انت بتقول ايه يا ولية انت؟ هو انا قلت حاجه؟ ما انت اللي بتقول. بعدين بيني وبينك كده انا كنت بدور على سكه تخلوا بيها، اهو اللي طالع وهي علقه تفوت وانت هتبقى مبسوط. اقسم بالله ابطحك بدي. تجننتي؟ نسيتي ان انا رحت للخنزير ده بسببك؟ نسيتي وينش يا فتون؟ وينش اللي قبل عليكي؟ وينش اللي ذبحته بسببك؟ فتون الكلام ده انا ما سمعتوش وما يتقالش تاني. كتك خيب والنبي هترجع مبسوط مبسوط مبسوط. عجباني قوي المزرعة بتاعتك يا معالي الوزير. دي منورة بوجودك يا رالي. ثانك يو. أهلا. أعتقد إن كان لازم تقولي مين هم ضيوفك قبل ما تجيبني ليهم. ما كنتش هتيجي لو عرفت إن إحنا موجودين هنا. أنت عارفة يا داليا مراد الله يرحمه كان بالنسبة لي إيه؟ كنا إخوات. وولاده دول زي ولادي بالظبط. طبعا انا عارفه قد ايه المرحوم كان قريب منك عشان كده شهدك على عقد جوازنا وقال لك على حاجه ما قالهاش لحد. ازيك يا هاني؟ اهلا دل. سامح عرفتك من الصور. انت مش جايه هنا عشان تتكلمي، انت جايه علشان تسمعي وبس. سامح وهاني عايزين يتفقوا معاكي على حل مرضي، انك ترجعي لهم الشركه وتاخدي مبلغ مناسب. والحقيقه انا شايف ان ده فير قوي وحل مناسب للطرفين وممكن يتم بهدوء كده وبدون اي مشاكل. وانا اضمن لك نزاهه الصفقه. انت طبعا عارفه ليه مراد كتب لك الشركه بدون دخول في التفاصيل يا داليا. المنطق بيقول انك لازم ترجعي لهم الشركه. هو وجهة نظر حضرتك ممكن تكون صح وممكن تكون غلط. يعني يعني الشركة دي بتاعتي بالقانون وكل الناس بقت عارفة كده اوريدي. هو انت بتستعبطي؟ نعم. انت فاهمة شركة زي دي راس مالها كام؟ ثروة زي دي يا دانيا ما ينفعش تاخديها عشان قضيتي ليلة مع بابا الله يرحمه. هي مش ليلة واحدة على فكرة، ده كان جوزي. وبعدين هو اتنازل عن الشركه بمزاجه، محدش ضربه على ايده. تمن الوقت اللي قضيتيه مع بابا هتاخديه ما تقلقيش. واحده زيك تستاهل كذا الف جنيه. بس انا هديكي 10 مليون وتتنازلي عن الشركه. والا اقسم برحمه بابا. والا ايه بقى؟ ده بيهددني يا معالي الوزير. ما فيش تهديد ولا حاجه، اسكت يا سامح. انا عارف انت بتلف وبتدوري على ايه، بس المبلغ اللي انا قلته مش هيزيد ولا مليم. اسمعي يا ست انت. اسمع انت. أنا شرعاً ليا فرصة أبوك التمن، والتمن ده بقى برا الشركة يسوى 2 مليار، بس أنا عشان ست محترمة ومتربية وبنت ناس مش هعمل كده. أنا هعمل درينك لنفسي، أحتفظ بس بالفيلا عشان ذكرياتي اللي فيها كانت حلوة قوي مع بابي. يبقى هقتلك هقتلك. ترى اللي أنت بتقوليه ده موتك ورحمة بابا. هقتلك. سجل التهديد ده عندك يا معالي الوزير بما انك راجل قانون وواحد من اهم موظفين الدولة. طبعا انت في حمايتي يا داليا طول ما انت هنا في بيتي. مفهوم. انا متشكرة قوي يا معالي الوزير. المقابلة انتهت. باي باي.
هو انت طول ما انت قاعد عايز حاجه كده؟ خضيتني في ايه؟ انا قاعده مستنيه الباشا. طيب نستعجل الباشا. اخاف واكش من دلوش. ما بدي حلوه. الله، حاجه جميله. عارفه لو ما كنتيش جيتي انا كنت بعت اللي يجيبك من المكان اللي انت فيه. لا مؤاخذة يعني قاعدة على كرسي؟ لا ما يهمكيش يا عمر. وانت يعني تعرف مكاني منين؟ الشقة الإيجار اللي في مدينة نصر، مع انكم أساسا من بولاق، بس جوزك تاجر مخدرات وراشد ده محكوم عليه بالإعدام. إيه بس بس بس، تعرف ده كله منين؟ هو أنت بتشتغل إيه بالظبط؟ ما تكونش بتشتغل في الداخلية؟ لا لا لا، السؤال ده ناس قليلة قوي اللي في البلد اللي يعرفوا إجابته. عارفة ليه؟ ليه؟ أصل أنا شغلتي سر. سر؟ طب والنبي أنا بحب أعرف السر، قولي. بس كده راشد يقلق علي. ليه؟ هو مش هو اللي بعتك برضه؟ لا يا أخويا فاشر، إزاي يعني يبعت؟ طب بالك لو عارف إن أنا هنا أنا وأنت. لا يكسر عظمي دي حتت حتت. قطع إيديه. اسم الله عليه. أمر. شكرا. الله يخليك. رد عليك ولا لسه؟ مغلق برضه. شبكة. تلاقيها في المترو. مترو إيه بس أنت رخر. هلا يا مصر، أنت قلقان عليها قوي كده ليه؟ قلقان عليها إيه؟ ده أنا قلقان منها. دي فتون دي تودي مرستاه. طب انت رايح شاي ولا ايه؟ لا مش عايز. طيب قوم روح. طب انا كنت عايز اراجع معاك حسابات الاسبوع اللي فات. لا فيا دماغ لاي حسابات بعدين. يلا اوامر. ليلتك كويسه. ليلتك فل. الله يخرب بيتك يا فتون. فين يا فتون؟ وقفت تليفونك ليه؟ مالكش فيه، كنت مطرح ما كنت. هو انت فاكر اني على ذمتك ولا ايه؟ كنت فين يا فتون؟ كنت في اللي في دماغك عند الباشا. هتفضل طول عمرك واطيه. طب ما انت اول ما عرفتني عليه كنت عارف ان ده هيحصل. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ الحق الحق يا حبيبي. النبي ما تخاف، أنا قلت للباشا إنك أول ما تعرف إني رحت له هتموتني من الضر، عشان يعني تفضل راجل في عين وشنبك ما يتأثرش. عارف الفرق بيني وبينك إيه؟
اني جاي عدل مع نفسي، لكن انت عمال تحور. خافش يا اخوي، عايز تعمل الشريف العفيف اللي بيحافظ على شرف ابن عمه وبيدور على مرته اللي بيحبها. اعمل اللي انت عايز تعمله، بس ما تعملهمش عليا. لا يا فتون، انا ما كنتش عايزك تروحي له من الاول، وانا مش وسخ قوي كده. وخلصت سامعاني؟ خلصت.